انت باغي تركب في الطياره الاولى وتجلس حدا الملك في المجلس الوزاري وتسمى مع الوزير وتولي وما يهضروش عليكم الناس. وحنا ما كرهناش نشوفوا رئيسه حكومه مغربيه. الرجاله ما يتقلقوش مني اخوتي الرجاله، ما شلنا منهم على الحباسات والمشاكل. ابعدي الوجوه المشبوهه، ما تدورش عندي اخويا، والله ما يدور عندي بالله، اسمح لي صافي رجع اللور. على الاقل ما يتحملوش المسؤوليه وسط الحزب. احيد بحرك حيد على الاقل اللي ريحتهم عطات كاينين وسط الحزب. دابا خوتي المغاربه مرحبا بكم، فاطمه الزهراء المنصوري رئيسه للحكومه المغربيه. عدد من الناس قراوا في عدد من الاشارات بانها ممكن تكون هي رئيسة الحكومة المغربية المقبلة، ولهذا العنوان ديالنا كما كتشوفوا في لامينياتور درنا علامة استفهام. هل يمكن أن تكون فاطمة الزهراء المنصور هي رئيسة الحكومة المغربية المقبلة، إما في إطار انتخابات سابقة لأوانها أو في إطار انتخابات عادية؟ غادي نخلي السي الشقر والسي بن عبد الله والسي أوزين وآخرون، وغادي نمشي لثلاثة غندير مقارنة بين بن كيران أخنوش وفاطمة الزهراء المنصوري. ماشي معناها ان الاخرين ممكنش يكونوا، الحياه السياسيه في المغرب حتى واحد ما يقدر يتنبأ فيها لان قواعد اللعب فيها غير واضحه سياسيا، ولكن خلوني نسلط الضوء على بعض الاشياء المهمه جدا جدا جدا. خلوني نقول لكم علاش اندحر عبد اللطيف وهبي، مهمه باش تعرفوا لماذا جاءت فاطمه الزهراء المنصوري. صحيح هما ثلاثه ديال الامناء العامون ماشي نواب كما قد هذوك الجوج غالي وبن سعيد، راه ماشي نائبين. الملك تحدث على كاين المنسقه، فاطمه الزهراء هي المنسقه، هما ثلاثه. طبعا الملك خاطب المنسقه، خاطب المنسقه وذكر طبعا الاخوه الاخرون لانهم حتى هما في القياده، لان قياده ثلاثيه ولكن عندها تنسيقيه، بمعنى خاطب الملك الراس ديال هاد المجموعه هذه. مهم بزاف هذا الموضوع اخوتي المغاربه، لا بغيت تعرفوا علاش، وهذا نقاش كنديروا مع الفاعلين السياسيين في المغرب. اللي ما كيعرفش الذهنيه ديال المواطنه والمواطن المغربي ما يمكن له يحصد الا الخيبات السياسيه. شتي المغاربه اهم عنصر عندهم هو التواضع. شتي عدد من السياسيين تقردعوا لانهم كيتكبروا على المغاربه. يقدر يكون سياسي عنده اجراءات، يقدر يكون عنده غيره، يقدر يكون كيخدم، الا ما كانش كيتواصل ولا ما حسوش المغاربه انه قريب منهم وكيتواضع ما يعقلوش عليك المغاربه. لهذا بن كيران منين جا في التجربه الاولى الى جانب الشروط ديال الربيع العربي والامازيغي والمنطقه وبغينا نجربوا الاسلاميين وكذا، الناس حسوا بن كيران قريب منهم في لغته في دارجته، القاده ديالو بانوا بساط، هذاك ياكل البصاره، هذا كذا، هذه كلها قبل ما تجي الاجراءات ديال البي جي دي اللي قردعاته. ولكن هذه الملاحظه مهمه جدا. اخنوش كانت نقطه ضعفه الاساسي واللي ما انتبهلهاش هو ان المغاربه كيحسوا به ماشي ديالهم. شكون اللي كيحسبوا بديالهم؟ الناس اللي كيعطف عليهم، الناس اللي قراب له، الناس اللي مستافدين منه، ولكن عموم المغاربه ما حسوش به لانه عنده سابقه ديال غنعاود لكم التربيه. المغاربه اللي ناقصه التربيه خصنا نعاودوا ليه التربيه ديالو. هذه كانت لعبت واحد الدور كيما وهبي. وهبي شنو خرج عليه؟ وهبي خرج عليه جوج د الحوايج. وهبي راه ما نقولوش ماشي وطني ولا ما كتخدمش ولا ما جابش ولا ما تقاتلش، ماشي هذا هو المشكل فقط. الشيء اهم حاجه عند هو انه جايب معاه سوابق، جاب معاه تصريحات ضد اخنوش، ما نتحالفش معاه، ما نديرش معاه، رجع 17 مليار كذا كذا، ومنين دخل الناس هذاك الشيء حاكموه به، كانت مصداقيته كلها العصا فيها. العمليه الثانيه ديال اللي هلكت، علاش غنجي لفاطمه الزهراء؟ العمليه اللي هلكت وهبي هو انه ظهر متعجرفا، يعني غروا المنصب. وظهر هادشي في الصدام مع عدد من الفئات والقطاعات، مع المحامون، مع المفوضين، مع 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 مع, مع. واخطر كلمه اللي ذبحاته سياسيا عبد الطيف وهبي اللي فرعاته فرعا هي ديك ديال رباه لاباس عليه وعنده الفلوس يقريه في كندا. ولدي عنده جوج الاجازات وعنده في موريال، باه لاباس عليه وخلص عليه وقراه في الخارج. شي هذيك هي خطا تاريخي، اكبر خطا. غنعطيكم واحد الصوره باش نمشي لفاطمه الزهراء المنصوري، وغنمشي لبن كيران الخطا اللي دار، وغنقول لكم شنو الخطا اللي دار بن كيران. اليوم فاطمه الزهراء المنصوري ما تنقولش انا قياديه ما عرفتش كيف دايره، ولكن عندها متقدمه عليهم دابا في بعض النقاط، وماشي بروفايل بارفي تقولوا كنتناقض، لا نوريكم فاطمه الزهراء المنصوري دابا مرحليا تتقدم على هاد عباد الله. باش نبداو، اجي نبداو بن كيران. عاف الاسبوع شوفوا الزرقاء اللي دار عبد الاله بن كيران ما حسبهاش، جوج نقيطات.
انك تنطق المعارضه، دير خصك تكون كدير المعارضه مؤسسه دستوريه. قال القجع هو اللي كيخدم في هذه البلاد في هذه الحكومه، وقال ما كنعرف حتى واحد. قال كنعرف القجع. خطار هذا التصريح، ما حسبوش. سمعوا، واش معقول هذه الحكومه هذه؟ بعد بالمناسبه انا لا اكاد اعرف منها احدا تقريبا، يعني واحد الوزير واحد اللي كنعقل عليه. ما يمكنش السي بن كيران الشيء اذا زاد عن حده انقلب الى ضده. ما كتعرفش شكيب بن موسى وزير في الداخليه كان سابق، سفير المغرب في فرنسا، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، رئيس لجنه النموذج التنموي، ما كتعرفوش؟ ما كتعرفش الفتيت وزير الداخليه والي سابق ديال الرباط وقع لكم معه ما وقع؟ ما كتعرفش خالد اي الطالب وزير في حكومتكم سعد الدين العتيبي وزير الصحه مدبر التجربه ديال كورونا الى جانب وزير الداخليه ووزراء اخر؟ ما كتعرفهمش. ما كتعرفش عبد اللطيف وهبي؟ ما كتعرف؟ لا تعرفه. راه ماشي قلتي ناقصين، انا ما كنعرفهمش، كنعرف واحد لا اعرفهم في صيغه الاطلاق. ما كتعرفش فاطمه الزهراء المنصوري؟ يمكن ما كتعرفش حياه، راه كاين بعض الشخصيات بصح المغرب ما كيعرفهمش، ولكن كاين شي مغربي ما كيعرفش خالد اي الطالب، كاين شي مغربي ما كيعرفش الفتيت، كاين شي مغربي ما كيعرفش شكيب بن موسى. هذا التصريح ما كانش يعني موفق السي عبد الاله بن كيران، لا اعرفهم. يعني حتى لو كان باب تنقيص هذاك، هذا التصريح سياسي كيضر مولاه. علاش الانسان خصو يعرف يدير السياسه؟ تيبان ليا زعما كاباب بصراحه، واش كلشي اللي كيدير مزيان ولا ماشي كلشي اللي كيدير مزيان، فهمتيني ولا لا؟ هو علاش هذا بالضبط اللي كابابل القجع؟ بغيت نفهمها كيفاش زعما كابابل. على خالد اي طالب ما قادش التجربه ديال كورونا بنجاح؟ واش ما قادش؟ واش هذاك الوزير ما خدمش في كورونا؟ ما كان عنده حتى شي دور؟ كاين بعض الملاحظات عليه، ولكن خالد اي طالب معروف نقي نظيف. هذيك عدد من الاوساط يقول هذاك السيد بعد ما شديناش عليه شحال، وحال عدد من الناس الفاسدين في القطاع الطبي حالهم على القضاء، وواجه واحد اللوبي. هذاك خالد اي طالب ماشي وزير كما كنحلموا به، فيه نواقص. وشنو دار القجع؟ القجع شنو دار مع دوك عباد الله ديال الورق ديال قطر التبهديله الفضيحه؟ على هذاك الشيء فيه غير داك ديال اسفي، شنو سميتو ما عقلتش عليه كاع، اللي مشدود ملف كبير وصنع، وان شنو قال هو في ذاك الندوه الصحفيه القجع والبؤساء، اعطانا مجموعه ملف كبير. هي التلاعبات البخيسه واليائسه والتي تتصف بالبؤس وبالجشع التي كان ابطالها مجموعه من المحسوبين على كره القدم. فيها هو اللي كان كيفرق التذاكر، هو مول التذاكر، واللي كان مول التذاكر الاصلي، الناس ديال التذاكر الاصليين، فين القجع زعما؟ شنو حل القجع زعما شي فاسدين في, 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 في الوزاره الماليه ولا في الجامعه ولا شنو زعما دار القجع؟ الجانب ديال الكره استفاد من مجموعه رائعه. ما كنقولكش انا القجع ما فيهش، عنده بعض الايجابيات، فيه بعض الجوانب، حتى هو كيخدم ما نقولوش، ولكن ديك العمليه تصويره هو. ولكن علاش ما تمشيش انت معارضه؟ قول فيه حوايج زوينه، انا معاك، سير حوايج دابا بيضتيه بهذه الطريقه. علاش انت كمعارض وهذاك وزير الماليه؟ عرفتي هذاك هو الحلقه المحوريه في الحكومه، هو مول الشكاره. الا بغينا نهضر على نسبه النمو راه غنمشيو لعندو، هضرنا على الفلوس راه غنمشيو عنده، هضرنا على الجمارك وتهريب الاموال غنمشيو لعندو، مكتب الصرف وكذا. في مقصتي القرع يسيل دم هو القجع. هضرتي على الدعم ديال المال اللحوم الحمراء مثلا كريمين ولا كذا، راه ضروري غنقولوا شنو علاقه الدعم بالدوله ما كانت كدعمه في اللحوم الحمراء؟ واش عنده مسؤوليه ولا ما عندوش؟ غير ادبيه. كاع الملفات ديال الفساد هو اللي كيعطي الفلوس، هو اللي كيدعم، هو اللي عنده اداره الضرائب. الا كان التهرب الضريبي راه هو كاع الفساد اللي كنتشكاو منه. هو ماشي سوبرمان، لكن يتقى بحال اللي هو البلاد كلها عندنا مشكل الفساد، التهرب المالي، التهرب الضريبي، تهريب الاموال، كذا، نسبه النمو عاينه، وفي الاخر القجع هو سوبرمان. كانوا كيقولوا بعض الناس كنتفهمهم بحكم ربما علاقه الاشهار، ربما علاقه كذا، كنهضر في المبالغه، ولكن انت باش تخرج كزعيم دابا تقول القجع بهذه الطريقه، وانت اللي مول صندوق التنميه القرويه، وانت ديك الساعه كان هو مدير الميزانيه، وراه كان مدير الميزانيه، كيفاش زعما على دابا ما كيدير والو خالد اي طالب؟ ها هو والفتيت ما كيدير والو، ثاني كان في كورونا، الفتيت تا هو عنده كان من الله عز وجل عليه مؤاخذات، ولكن كيفاش حلق جاح اللي خدام؟ ما فهمناش. حاب بوحدو ما كاين لا خالد اي طالب، قطاعات اخرى كلها مدقدقه،
هو اللي كتعرفه. فاطمة الزهراء ما كتعرفهاش. هذاك القجع هو اللي تيبان لي واخا نقطة مهمة. أنت زعيم سياسي، أول سؤال المال العام. حنا راه شكون اللي خرج علينا في المغرب؟ هو التطبيل، ما كاينش المساءلة، ما كناقشوش. عندنا واحد، حنا فينا في المغرب أخطر ما عندنا في المغرب، وعندنا المسؤول بحال اللي كيصدق علينا، بصح بغي يسلم علينا، بصح بغي يطل فينا، بصح بغي يحق شي حاجة، ما ومسؤول كيتخلص مال العام يدير وننتقدوه بالأدب. دابا أنت يعني نضافتي الزمرة ديال التطبيل القجع، شنو هي الخلفية؟ اسمح لي السي بن كيران، مع كل التقدير ليك ولسنك وكرئيس حكومة سابق، راه كنهضر معك وكنحسب احترام ليك، ولكن حنا خصنا معارضة قوية، ماشي بحال هكا. درتي هاد الخرجة لأن اللي ما عندكش معارضة مايمكنش تكون عندك حكومة. كيفاش درتي دابا هاد العملية؟ خصك تجي تقول له السي منتخب راه مشى لكانوجا، راه سمعنا واحد لوطير كان جوج إطوار ولا سانك إطوار. أنت كمعارضة افتح نقاش في هذا المستوى، كيفاش هذا؟ الفلوس ماشي ديال القجع، ما ديال حتى واحد عنده إنجازات المال العام. كيفاش؟ بشحال كان المنتخب كيتخلص؟ عندك شي معطى بالكيران أنت كمعارضة؟ بشحال الميزانية ديال الجامعة؟ شحال كتدخل؟ شحال كتخرج؟ عندك شي معطى أنت كحزب سياسي؟ عندك شي معطى أنت على نسبة تهريب الأموال للخارج؟ عندك نسبة الضرائب شكون تيخلص شكون ما تيخلصش؟ عندك شي معطى على المنتخب شحال صرف هذه وشحال جا كسياسي؟ تصور ما عندك حتى رقم حتى معطى. وبالعكس كان واحد مرة جا واحد السيد شنو كان سميتو، واحد الرياضي كان جا عندنا هنا وقال للجامعة شحال كتدخل ولكن كتخرج بزاف. الله يخليك السي قجع، طلع للجامعة 2014، حنا دابا يلا سينا 22، شحال هي؟ تقريبا شي 8 سنين. 8 سنين حاليا الجامعة صرفت 800 مليار. 8 سنين صرفت 800 مليار سنتيم تقريبا. 800 مليار يصرف هذا. هذا موضوع اخر. السي بن كيران طرفي قال لي ولكن دابا ملي كتقول، قلت له انا كنقول بان يده نظيفه، وقلت له من الاشاره السي بن كيران، انا هذا السيد اللي كنتذكروا عليه دابا اللي هو فوزي راه صديق ديالي، راه ماشي براني عليا، راه صديق ديالي، احنا قراب من بعضنا، انا هذا السيد راه احنا قراب من بعضنا. انا غير يعني من اين لك هذا؟ هذه الجامعه كتدخل 37 وكتصرف 100 وصرفه 100 منين جايبه البلا ديفيرونس؟ منين جات الفرق لا؟ واخا وجا عندك انت للبيت وتصور، دوزنا حلقه عليه وقال لك كيفاش هاد الفلوس وكذا، وصيفتيه لعند الازامي ومع بوانو، وفي الاخر قلت له لا ما نقلبوش في هاد الشيء احنا معاه، ومنين كان عندك وانت ما عجبكش الحال وما فهمتيش، واليوم خارج بهذه الطريقه زعما. احنا ما عندناش مشكل مع السي القجع، انا راه النهار اللي كان مطروح الملف ديال هذاك الملف ديال البيو كذا خرجت كنقول القجع ما كاينش سميتو، وكانوا الناس كيردوا سميتو بعض الصفحات، راه ما عندنا مشكل لا مع القجع ولا مع شي واحد في هذه البلاد، ولكن انا عندي مشكل ان زعيم سياسي بحالك انت تخرج هكا وتقول كاين عفلان كنعرفه وانت تعرف بزاف. معارضه ما يمكن لها الا الضر. واخا بزاف ديال الاخوان متفقينش معاه، ولكن ماشي حين نتفق معاه كنشوفو يعني، ولكن الاخرين ما كنعرفهمش كاع، كاين اللي ما كنعرفش سميتو. واش انت زعيم حزب سياسي ما تعرف سميت الوزاره؟ ما مقبولاش منك، باش غدير المعارضه؟ ايوا انت حزب ما عندكش رؤيه في السكنه والتعمير، انا مواطن بغيت نتلاقاك السيد الامين العام بغينا نناقشوا اشكال السكنه، ما تعرفش الوزيره اللي كتشرف على القطاع؟ كارثه. الا قلتي ما كنعرفهاش بماب يعني التحقير خايبه، كنعرفها وخدمتها ناقصه. واش ما كتعرفش وزير الصحه؟ واش ما تعرفش وزير الداخليه؟ ما كنعرفهمش سمياتهم، ما تعرفش وزيره السياح؟ هذا النقاش كنا كنقولوا في الاول، جابوا واحد الوزاره لا نعرفهم، ولكن خصنا نعرفوهم بقوه الواقع اليوم وبقوه السياسه وبقوه ما نقولوش ما كنعرفوهمش. ما كنسمع شي حاجه نقول شكون هذا السيد هذا فهمتيني ولا لا؟ وكيفاش هاد الناس هادو قال لك حكومه الكفاءات؟ لا كفاءات لا استقامه لا استقامه. اذا هذه زلقه ديال الملك، اشكال عميق. دابا كنقول شكون ممكن يكون؟ واش بن كيران يقدر يرجع مع هذا الخطاب؟ انا ما نقولكش ما ترجعش، ولكن خصك تراجع هاد الحوايجات. ما هكذا تولد الابل، ماشي المعارضه هكا السي بن كيران. نمشي دابا نخلي فاطمه حتى الاخر، نخلي فاطمه الزهراء حتى الاخر، نمشي للزرقاء دابا هذا اللي باينين، نمشيو للاخروش. واش يمكن الاخروش يرجع؟ واش ممكن اخروش دابا نجم؟ عندنا خدكم غير زلقه ديال اخروش عنده مشكل ديال الصوابق، حيت هو سبق لي قلتها في مناسبه اخرى، مشكل ديال اخروش جاء متلبسا. كتعرف داك التلبس؟ متلبس ماشي مفهوم الجرائم، لا، جا متلبس من الاول، ماشي دابا بحال مثلا ملي جا بن كيران للحكومه، المغاربه ما لقاوهم يقولوا فيه، باقي جديد، كان عليه الامل. من جا اليوسفي باقي جديد. منين جا جطو باقي جديد. عباس الفاسي وان كان داك الشيء ديال شركه النجاة، ولكن مع ذلك كله
كان الا اخر جاء متلبسا. بدي كنعاودكم الطربيه انه كان في وزاره الفلاحه مع اخنوش على انه المحروقات على انه جاء كانت هذه مشكلته الكبيره. المشكله الثانيه عند بنكي عند اخنوش وهذه اللي ما عندش اللي عند فاطمه الزهراء وانا غنجي لها هو ان اخنوش ليس برجل تواصل ويبدو متعجرفا. هذا هو اللي ضر كيما ضر عبد اللطيف وهبي. وانا نجيكم لواحد المقطع ديال عبد اللطيف وهبي. اخنوش شنو مشكلته الخطيره جدا؟ ليس رجل تواصل، كيبانش انسان كيتواصل، وكيبان انه من عيليه القوم، ماشي تما الاشكال، ولكن المغاربه ما كيحسوش به قريب ليهم، وخا ما يقدرهمش، تيحسوا به بعيد بمعنى من المعاني. واخطر حاجه، مادام قلنا هذه السيمانه نوريكم الذبحه ديال اخنوش، وخا ناقشتها البارح ساعود اليها الان. اكبر، انا نقول لكم بالالم، مشكلتنا في المغرب، مشكلتنا في المغرب ما كنعطيوش النقاش الحقوقي حقه، نقاش الحريات، نقاش الصحافه، نقاش كذا. الشيء لو كنا في شي دوله اخرى ديمقراطية 100% وهذا الحكم على ديك على الصحفية حنان باكور هذيك أكبر عرفتي 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 كلا العصا فيها كلا العصا بكل ما تحمله الكلمة من معنى. أنا غنمشي لكم عدد من الحوايج دارها خطار بدون ما يحسب نمشي معكم وحدة بوحدة وغيبان لكم الخطورة. أول حاجة ملاحظة مهمة نبداو بالشكاية. شكون ديال الشكاية؟ إلى السيد رئيس سانها وكيل الملك شخصيا. الشكاية وكيل الملك هو اللي عطى للشرطة صيفط لهم الشكاية وبقى كيعطي التعليمات شخصيا. فين هما النيابة العامة الديمومة؟ سؤال انا ما كنقولش خرق القانون الوكيل الملك لا غير كنسلط لكم الضوء على طبيعة المشتكي. مركزه هو كرئيس حكومة الحزب الداعي ما كانش رئيس حكومة ديك الساك واخا ولكن راه كان وزير فلاحة وكان رئيس حزب ومقبل يولي رئيس حكومة كانت كلها الشروط. سؤال واش الوكيل الملك في جميع الشكايات هو اللي كيدير ولا كيكونوا النواب؟ أنا سؤال كنطرحه. إذا الوكيل الملك شخصيا هذه الأولى ها أنتم شوفوا وكيل الملك هو اللي عاطي هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية في غاية الأهمية شوفوا القرار إن رئيس الحزب التجمع الوطني الأحرار بناء على المادة 42 يقرر ما يلي مادة فريدة يعين السيد يونس أبشير رقم بطاقته كذا ثانيا نائبا للمدير المركزي. هذه من المرفقات. انا ما كرهتش هذا نقاش قانوني وقضائي ولا اصادر حق احد ولا اتهم احد غير كنسول. كتعرفوا ملي كتمشي تشكي شروط ديال التقاضي شنو هي؟ ثلاثه الصفه المصلحه الاهليه. واحد السيد سرق لي انا تليفون انت المواطن مشيتي عند البوليس تشكي شكون انت؟ شنو هي صفتك؟ شنو هي مصلحتك في الدعوه؟ خاصك عندك مصلحه. اذا الصفه شكون انت؟ شنو هي مصلحتك في الدعوه؟ والاهليه تكون بعقلك ماشي بشي اي واحد. انا غنسول دابا غير في الصفه. من المرفقات الملف بقيت كنقرا قرار ان رئيس حزب التجمع الوطني الحرار بناء على الماده الثانيه من النظام الاساسي يقرر ما يلي ماده فريد يعين السيد يونس ابشير نائبا للمدير المركزي للحزب. ما فهمتهاش. هذا ماشي نائب ديالو ديال نائب ممكن في كل مدير المركزي بعد الحزب. واش عنده الصفه؟ في التقاضي في القانون الاساسي واش عنده الصفه ان نائب ان المدير المركزي هو اللي كيدير الدعاوى؟ واش عنده الصفه النائب الحزب كيمثلو اخنوش؟ يمكن هنا تكون خاص تكون اخنوش بصفته رئيس الحزب يعين للتقاضي مقبوله امام يمثله اما يكون في النظام الاساسي. انا مشيت قلبت ما بانتش ليا هذا المدير المركزي هو الجهه اللي تمثل الحزب امام القضاء. هنا الصفه وسولوا عليها عباد الله ولا ما سولوش عليها. نقطة أخرى كذلك مهمة بغيت نشارككم فيها مزيان. محضر المعاينة شكون داروا؟ داروا مفوض قضائي. مفوض وبمضمنه حرر هذا المحضر للرجوع عند الحاجة توقيع المفوض القضائي. إذا كانت شي وثيقة أخرى الله أعلم. دابا المفوض فين هو التوقيع ديال المفوض القضائي؟ غير موقع هذا المحضر المعاينة. غير موقع. نقطة أخرى هاد المفوض القضائي مزيان نمشيو واش 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 هو اللي خصو يدير المعاينات في مثل هذه الجرائم؟ غادي نمشيو للماده شحال عندهم؟ الماده 15 اختصاصات المفوضين القضائيين ينتدب المفوض القضائي من لدن القضاء للقيام بمعاينات ماديه محضه مجرده من كل راي ويمكنه له ايضا القيام بمعاينات من نفس النوع مباشره بالطلب ممن يعنيه الامر. الحزب ممكن يقول له سير دير لي المعاينه ولكن شنو المعاينات؟ واش في الماده الزجريه ولا في الماده المدنيه؟ ولا في كل شيء بشكل عام؟ هنا المعاينات ما نقدوش نجزمو
ولكن حنا مشينا للزجري، مشينا للحبس، مشينا للمحكمه الزجريه. واش الماده المسطره معدومه المسطره الجنائيه؟ انا كنسول اثبات الجرائم باش كنثبتوها في الماده 18. الشرطه القضائيه، بوليس ولا جوندارم، شنو هي الوظائف ديالهم الرئيسيه؟ عندهم بزاف الوظائف، كاين واحد ثلاثه في الماده 18. التثبت من وقوع الجرائم، كيمشيو يتاكدوا اعتقاد المجرمين وجمع الادله، هما اللي كيجمعوا الادله ديال الجرائم. علاش اعتمدنا على محضر مفوض قضائي باش نثبتوا الجريمه؟ محضر انا بالي التوقيع ديالو ما كاينش. علاش 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 ما كاينش محضر ديال ان الشرطه القضائيه مشات لديك التدوينات وكاينه محضر هي اللي تثبتت من وقوع كذا وكذا. خصوصا حنا شنو عندنا هنا؟ عندنا محضر ديال مفوض قال، وعندنا السيده ها هي شوفوا خوتي الصحفيه اش كتقول، انني التزم الصمت التزم الصمت التزم الصمت. وكيفاش ثبتنا من وقوع الجريمه؟ اللهم لك انت اعترفت امام محكمه. ولا اعتقد واخا نمشي لواحد جوج نقاط اخرين مهمين كذلك. هاد الدعوه فيها الحياه الخاصه وفيها واحد العباره استعملها المحامي، قال لك شوفوا شوفوا هاد الشيء هاد الشيء، قال لك هاد السيده استعملت ابشع الجرائم، هادي ما بغاش تصرط ليا. الشكايه اللي دار المحامي باسم حزب الاحرار ضد هاد الصحفيه حنان باكور، شوفوا واحد الفقره شنو قال فيها، وحيث ان المشتكى بها استغلت فضاء الحريه. اول ملاحظه بعدها مهمه، شنو دار لها في الشكايه المحامي؟ دار لها الوشايه الكاذبه، واحد عقله مع الوشايه الكاذبه، تحريض على الكراهيه جوج، بت وتوزيع كذا كذا ثلاثه، تبليغ عن جريمه خياليه اربعه، المس بالحياه الخاصه وشي حاجه خمسه. انا عندي واحد الفكره ويسمح لي يا السيد المحامي من حقه هكا رئيس صحفي، علاش هاد العرار بزاف ديال زعما بزاف، الا ما طاحت هنا طيح هنا. هادشي كنا كنشوف بعض الملفات تيكون بزاف ما تشدت لك هنا، كيبان القوه ديال ديال ملي كتبغي النيابه العامه تاثر عليها، شي واحد كتديه بالباله بزاف التهم عليه، وما يمكنش ما شديتيه هنا، لان هادشي كله دايرو يعني الكم كان ممكن تهمه وحده. وحيث ان المشتكى بها، لاحظوا هاد الجمله اللي قال المحامي، وحيث ان المشتكى بها استغلت فضاء الحريه وارتكبت ابشع الجرائم ومست ونالت من حريه المؤسسات، شحال من مؤسسات بعدا؟ ونالت من حريه المؤسسات الحزبيه. حنا عندنا مؤسسه حزبيه، هذه نالت من مؤسسه حزبيه، انت كتنوب على مؤسسه وحده، علاش درتي لها مؤسسات بزاف؟ وكيفاش هذه الكلمه ديال اب عرفتي اش كدير اش كتقول دابا؟ انت تصور المشتكي هو حزب الاحرار وزير، وعندك محامي جاب لك 10 ولا 5 ديال التهم، وفي اللغه قال لك ان هذا واحد النوع من التاثير على عقليه النيابه العامه او اللي كيحقق تتمارس عليه واحد الضغط. شنو هي ابشع الجرائم؟ وإذا كانت هاد السيده ارتكبت ابشع الجرائم، كيفاش خدات شهر موقوف التنفيذ؟ ملي كنسمع ابشع راه خصني نسمع 10 سنين الحبس. إذا كانت دابا صح تدوينه هي ابشع الجرائم، واش غنسميو جريمه الاغتصاب ديال الاطفال؟ والتجار في البشر شحال نسميوه؟ والارهاب شحال نسميوه؟ والمس بامن الدوله الداخلي شحال نسميوه؟ واضرام النار شحال نسميوه؟ كيف شوف وانها ابشع الجرائم، هذه ابشع. انا صح هاد المحامي والله ما بغيت نسميه، ماشي زعما انا كنت كنعرفو، انا من النوع اللي كندافع معاه، ما عجبنيش يعني ما عجبنيش ما عجبنيش، واخا يكون اللي كان حافظوا على. حنا دابا تصور هاد السيد، والله اخويا ما باغي نسئلو وربي شاهد عليا، وكنهضر وكيحضرني بعض اللحظات الجميله، وصاحبه فضل علينا في شي حويجات ما نكذبوش على الله، ولكن واش هذا يمنعني نقول ما علاش تقول ابشع الجرائم وانت كنت ضحيه حريه التعبير على رايك؟ واحد الوقت كنت كتبكي انك ضحيه حريه، شو الفرق بينك وبين هذا السيد؟ انت قلتي في القضاه واحد الوقت على ان هذاك الحكم اللي صدر في حقك قضاء لا يخدم الوطن، شكون اللي اختار تدوينه على وفاه ديال واحد السيد او مؤسسه دستوريه نقولوا هاد القضاه قضاء لا يخدم الوطن، وقرار جبان قرار جبان وجاب التعليمات وعطي تصريحات، وهذيك ثاني انا اعتبروا ديك التصريحات ابشع الجرائم. هاد السيده شنو قالت؟ انا بغيت انا حمقت قريت تدوينتها كامله، مع احترامي السلطه القضائيه وقرار القضاه لا انازعهم في خدمتهم، كاين حقي انا كشي واحد قريت لها تدوينتها كامله. واحد السيد مات انتحر ديك اللحظه المغاربه، رجعوا للوقت، شكون اللي قال ان عبد الوهاب بن الفقيه؟ حتى واحد ما كاين كيقول انتحر، حتى خرج السيد الوكيل العام بالغ، عاد كنا صافي من هضره السلطه القضائيه، ولكن قبل ما يخرج كنا كنقولوا واش انتحر واش تقتل الله اعلم. شكون اللي ولد عدد الناس هذاك النقاش؟ وراه هو السهو الضحيه، لانه قال تعرضت للغدر، والدليل انه مات من بعد. اذا كان الجو عام كله صحفيه تبقى تفرج بحال المغاربه كانت كتسال، ما وجدتش اتهام، واش انتم بغيتوا استنتاجات؟
واش هي التهم؟ قالت لك واش قتل واش 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 انتحار. قالت واحد الهضره كنقول المغاربه كاملين على الاقل السيد ملي كان كينتحر اما اللي من عفوا ملي مات مسكين كانت السياسه تحبس ما كاينش انتخابات وراه انتخبت انتخبوا السيده في ديك الظروف واش ما فراسهم ما كان سيقولهاش ما تقولوش عندها فلانه سوء النيه مباركه بعيده حاشا من عند الله. ولكن الصحفيه تساءلت قالت لهم على الاقل حبسوا داك السياس راه كاينه بنادم مات. وحاجه اخرى تيقول لك لا وكانوا معاه 11 واحد ما بقاوش معاه. دابا تصور بالفقيه كانوا معاه 11 بالفقيه راه كيدير لك 11 بالفقيه راه كان كيدي يقول ميم كامله. السيد واحد اللحظه تلقى عباد الله راهم في لي زوطيل وتختطفوا ومشاو له ما كنقولوش كو اختطفهم عباد الله احترموا شويه ذكاء المغاربه. واحد الانسان معاك تغدى ما لقيتيش معاك الناس كتسول واش تشرا واش ما تشراوش واش. ومن دوك ال 11 كانوا معاه ما بقاوش مالهم زعما شنو فاقوا الصباح لقاو شي برنامج ديمقراطي اخر ولا الناس الصحفيه كتهضر تتساءل. نجيو هنا نقول ابشع ابشع الجرائم اغتصاب ديال الطفل ابشع الجرائم انه ابشع وهذه ابشع انواع الجرائم. ونجيبوا قرارات ديال المحكم واخا الوشايه الكاذبه شنو هي شنو هي الوشايه الكاذبه؟ نقراو النص. انا سمحوا لي اخوتي المغاربه سمحوا لي ملي كنجيو كنقولوا الوشايه الكاذبه عرفتي شنو هي الوشايه الكاذبه باش تقوم هذه الجريمه؟ بلا تنشوف هذه الوشايه الكاذبه فين كاينه؟ شوفوا الوشايه الكاذبه اش كتقول لك. شوفوا المغاربه 445 نقراو على النص. من ابلغ باي وسيله كانت وشايه كاذبه ضد شخص او اكثر الى الضباط القضائيين او الى ضباط الشرطه القضائيه. هذاك الانسان مشى عند علاش المشرع قال ضباط الشرطه القضائيه والاداريه او الى هيئات مختصه. راه انت كتوشي مشيتي برجلك عند السلطات المختصه مشيتي عند السلطه مشيتي عند شرطه اداريه عند سلطه اداريه مشيتي عند شرطه قضائيه. العنصر الاساسي ديال الوشاية هو انك جيتي. دليل علاش المشرع في الجريمه الخياليه قال السلطات العامه وقال السلطه القضائيه ما قالش هذا التفصيل علاش لو كان في صدرك. اذا قيام هذه الجريمه يقتضي خصك تكون واش هاد البنت مشات برجليها واش حنان مشات برجليها دخلت السلام عليكم السلام بغيت نبلغكم على الاقتلاء ماشي القتيل. هي ما عندهاش نيه التبليغ في ديك اللحظه واش كانت كتبلغ؟ هي كانت تتفاعل مشاعرها الصحفيه مع قضيه. كاين فرق راه ملي كنقولوا الفعل هو اتجاه اراده الفاعل ارادته مشات بغي نبلغ. ملي كتكون دخلتي عند البوليس السلام ودخلتي بالسلام هذا هو الاراده التاجت نحو نبلغ. هي فعل ديال التبليغ واش كاين في عقلها؟ ما كانش كتبلغ ما عندهاش نيه التبليغ باش تقول لها بلغتي وما جاتش عند الشرطه ما جات لعند اداره لا ما جات عند واحد كانت صفحتها الخاصه تتفاعل مع شعيره مع واقعه وبقيت محايده كتقول واش انتحار واش ماشي انتحار كيفاش السيد مات السياسه بت الحرامه وبنات على وثيقه كاينه السيد كيقول لها تعرضت لي غدر تغدرت واش الجمهور ما يتفاعلش مع وثيقه الغدر شكون اللي غدروا شكون اللي غدروا هذا السيد دابا هذا انتحر ماله عنده فلوس عنده ثروه خياليه عنده اللي بغيتي اذا هذا راه عنده ملف في القضاء غدا شي واحد طمنو قال له انا نحل لك مشاكلك عطاه تزكيه غدا حيدها له السيد فهم راه غيمشي للحبس تعرض للغدر انتحر اذا شكون هو الفاعل المعنوي شكون هي واش ما كاينش الفعل ما كاينش المسؤوليه الادبيه الاخلاقيه وعادي نقاش هذا كيتفتح مع السياسيين علاش بعدا هاد السيده الشرط شنو نضيفوا للمغرب زعما هاد الشرط ديال الحبس ليها شنو هو المكسب قولوا شنو هو المكسب دابا لو كنا في دوله اللي فيها الفاعل الحزبي كيعول على الاصوات وعلى الشعب هيدي واش دابا الحزب خلي القضاء كلا العصا في السياسه كون كنتي الاحرار كديروا السياسه سير المحكمه مدنيه وقول المسؤوليه التقصيريه والعلاقه السببيه ما بين التدوينه وصوره حزب تقاط وطلب درهم رمزي علاش مشيتي للمحكمه علاش مشيتي للحبس حيت انت عارف ان الاصوات ديالك ما كيجيوش من عند الشعب وهكا غنفهموها كون كنتي كتخاف من اصوات الشعب يعاقبوك الشعب على هذه المحاكمه ولكن انت ما مسوقش السياسه كتقتدي سير اخويا المحكمه المدنيه وطلب درهم رمزي وخلي بين ما تورطش كاع القضاء اسيدي حنا ولينا نقتلوا النيابه العامه والنيابه العامه والسلطه لقات راسها وزير وكذا شير الحبس علاش 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 غتورط القضاء وسمعه البلاد علاش غتورطوا البلاد فهاد شنو غتصنع الخوف زعما التدوينه بقى بنادم يكتبها عينا ما نتحاكموا عيون المغاربه ما يتحاكموا علاش علاش شنو ربحتوا شنو اقول لي شنو ربحتوا من هاد واخا هادي الوشايه الكاذبه اذا جريمه وتا الجريمه الخياليه واش مشيتي بلغتي السلطه وراه ما كتبلغش راه كتفاعل تكتب خاص ارادتها توجه باغي نبلغ السلطه ابلغ السلطه هذا هو بلغتي بلغتي بالخيال
وشيتي او شيتي بالقضاء. هذا هو الوجه. واحد الحكم جايبنا هنا ديال خاصها تكون متابعه وملي كياخذ السيد متابعه عاد واش كاين شي متابعه في هذه القضيه؟ علاش نعمروا حنا الشكايه زعما محكمه النقد وقرارات فرنسا زعما غير الشكايه كتبان عامره بقاو القرارات. واخا نمشيو للحياه الخاصه كذلك. وهذه اخوتي المغاربه هالمغاربه كنهضر مع المغاربه شعبا والمسؤولين اللي عندهم غير على هذه البلاد. نحن امام منعطف تاريخي خطير في مجال الحقوق والحريات والدستور لانه انتعشت تهمه ديال المس بالحياه الخاصه. كاينه عند رضا الطوجني، كاينه عند هاد الصحفيه، كاينه عند عدد من والله المس بالحياه الخاصه. نهار المغاربه تعرفوا خطوره هاد الشيء. انا نقول لكم في كاين الا بغيتوا يستقم هذا النقاش نعطيكم جوج الوثائق. السيد الحسن الداكي الوكيل العام اش كيقول؟ وعنطيكم ثلاثة ديال المراجع. محكمة المحكمة إفريقيا في إفريقيا حكم للتاريخ كيقول في الحياة الخاصة باش نقولوش على إفريقيا. وعنطيكم أوروبا وعنطيكم محكمة البلدان الأمريكية كاين واحد سبعة ديال القضاة. شوفوا واش كيقولوا في هادشي. نبداو بالسيد الوكيل العام. سمعوا واش كيقول. كلمة السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقد رئيس النيابة العام بمناسبة المؤتمر الإقليمي المنظم من طرف اليونسكو لفائدة قضاة المنطقة العربية. تعد حضرات سيداتي والسادة هذا السي حسن الداكي كيهضر. تعتبر التجربة المغربية في مجال دعم مقومات ممارسة حرية التعبير تجربة رائدة يحتذى بها في العديد من المحافل الإقليمية والدولية. وفي هذا الإطار صدر بتاريخ 1/8 كذا قانون جديد للصحافة والنشر هو قانون رقم 13 والذي يشكل طفرة نوعية في مجال تعزيز حرية التعبير من خلال تكريسه لحرية إصدار الصحف والطباعة والنشر وضمان الحق في الوصول إلى مصدر الخبر والحصول. إذن علاش تابعنا هذا حنان باكور بقانون جنائي من طفرة نوعية؟ عندنا طفرة نوعية. هذا الخطاب رمشوا الواقع شنو فيه. علاش هاد الصحفية غنتابعها دير لها قانون خاص بها وندير قانون جنائي؟ واش حيت التهمه فيها شي وشايه وكذا وشي حوايج ما كاينش ومن بعد باش حكمت عليها بعد شهر ديال الحبس موقوف التنفيذ على واش هذه كتبقى سلطه تقديريه للقاضي؟ طبعا حيت انا تفكرت ماشي كنسقط على هذه الواقعه بعض المرات كيما وقع مع المديمي باغي كتبغاش تنسى ليا بغينا نجيبوا المديمي للمحكمه كتنوض جمعيه كدير به دعوه ديك الجمعيه مثلا ما عندهاش الصفه وما عارف من بعد يقولوا في الحكم يقولوا انت ما عندك الصفه خرجناها ولكن دخلناها للمحكمه تولات ومن بعد النيابه العامه والمحكمه. تفكرت بحال هذا النوع من ومواكبة طفرة نوعية في مجال تعزيز حرية من خلال تكريس لحرية إصدار الصحف والطباعة والنشر وضمان الحق في الوصول إلى مصادر الخبر والوصول والحصول على معلومة من مختلف مصادر بالإضافة إلى إلغاء جميع العقوبات السالبة للحرية. احنا لغينا العقوبات السالبة للحرية يعد شهر الحبس ففي أي لحظة يتحول لها النافذ في أجل كاعتقد 5 سنين ما خصهاش دير حتى حاجة. هاي عند الحبس في دارها هاي صحفية وعد الحبس. ها الخطاب أنه حرية بالنسبة لي أنا ما تنقولش السيد الوكيل العام راه كاين لا حاش خص هذا المشكل. بعض المرات راه كيكون توجيهات كبيرة ولكن المسؤولين الصغار اللي تحتهم تيكون مشكل ربما. بعض المرات حاش كنقول الأخ نوش طبيعة المركز ديالو خلق مشكل هذا راه 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 رئيس الحكومة هو مول الدعوة يلاه كي غدير له يلا هو كيتقلق مختلف مصادرها بالإضافة إلى إلغاء جميع العقوبات السالبة للحرية بالنسبة للصحفي الذين يشتهي في ارتكاب الأفعال المخالفة ومواكبة لرئاسة النيابة العامة لهذه المقتضيات الشرعية. فقد وجهت منشورا تطلب فيه من قضاة النيابة العامة بمحاكم المملكة تسهيل عملية الملائمة مع أحكام القانون الجديد وتقديم مساعدة اللازمة للصحفيين ليتسنى نجاح هذه الفترة الانتقالية. هو علم رئاسة النيابة العامة بدورة إسهام فعلي في حماية حقوق وحرية الأفراد المكفولة بمقتضى الدستور واستحضارها. خاصكم المغاربه تعرفوا واحد القضيه كاينه حريه التعبير ما كتسمعوش المغاربه في الدستور كاينه ماده اعتقد الفصل كاينه حريه الصحافه وكتلقى حريه التعبير. علاش المشرع فصلهم؟ كان ممكن يجمع في حريه الصحافه حريه التعبير تدخل فيها الصحافه حيت الصحفي عنده امتيازات اكثر ماشي حيت هو افضل من المواطنين. طبيعه خدمته كيكون عنده اكثر. راه حريه الناس ما فهمش معنى حريه الصحافه حريه التعبير ملي تسمعوا اذا عندها واحد الوضع تفضيلي ارقى في العالم طبيعه نشاطها المهني لانها كتمشي للفساد والمسؤولين. فالمشرع كيعطيها واحد المساحه اكبر للتحرك من تسمعوا حريه التعبير وحريتها. شوفوا اخوتي المغاربه شفتوا دابا هذا باش نعزز لكم هذا الهضره اللي غنقول باش نعززها لكم. اش قلنا؟ جبنا الوكيل العام سمعتوا كي حريه والمناخ والديمقراطيه. غنعطيكم ثلاثه ديال المراجع. نبداو بالمحكمه الاوروبيه. سمعوا النقاش خطير. انا غنشر لكم الوثيقه ما نقولوش عا كنهضر. تم تحق للجمهور هذه المحكمه الاوروبيه كتحكم تم تحق للجمهور في الحصول على المعلومات هو حق أساسي في المجتمع الديمقراطي وقد يطال في ظل ظروف معينة جوانب تهم الحياة الخاصة
للشخصيات العامه بحال الحياه ديال مبارك بوعيده، الحياه الخاصه ديال عبد الطيف وهبي، الحياه الخاصه ديال خالد اي طالب، الحياه الخاصه ديال الفتيت، هادو كتسموا شخصيات عامه. شوف 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 ديك جوانب تهم الحياه الخاصه للشخصيات العامه، لا سيما عندما يتعلق امر بالشخصيات السياسيه. كاينه واحد القضيه كنحكموا فيها في المانيا، الفقره قضيه واحد القضيه، وحتى ان كان الكشف عن معلومات حول الحياه الخاصه للشخصيات العامه يتوخى عامة تحقيق هدف ترفيهي وليس تثقيفي، فإنه يساهم في تنوع المعلومات المتاحة للجمهور ويستفيد دون أدنى شك من الحماية المكفولة بموجب المادة 10 من الاتفاقية. غير أن هذه الحماية قد تنسحب أمام أحكام مادة 8 عندما تكون المعلومات المعنية ذات طابعة خاصة وحميمية ولا يوجد أي اهتمام عام وراء نشرها. نعطيكم مثال الحياة الخاصة، أرى راك تجي لي كنتقلق أخوتي بعد ديما نديرو في هذه البلاد. دابا عبد الطيف وهبي انا ما عارفش اذا طاوجني باش ممكن داير له في التهمه الحياه الخاصه وتشير. واش عبد الطيف مثلا واش رضا طاوجني مشى كيهضر لنا على نديروا المشكي وهبي مع احترامي لحياته الخاصه، واش مشى قال لنا الزوجه ديال عبد اللطيف وهبي او لا ولده او لا مثلا الحياه الخاصه مثلا شي حاجه حميميه ديالو حياه خاصه ماش بدلا قريباؤه ولا فايت شنو هي الحياه الخاصه؟ انا بغيت نفهم معنى حياه خاصه ديال وهبي مثلا مع باغي نطالع على الشيء كاين في القراءه مثلا حنان الباكور فين الحياه الخاصه مبارك بوعيده؟ فين كاين الحياه الخاصه؟ انا راسي كيضر لي السيده كتهضر على واقعات السياسه فين هي الحياه الخاصه ديالها؟ فين شنو هي حياتها الخاصه؟ شنو هي؟ لو كشات المباركه بوعيده وقالت لها راجلها وان راجلها ولا قالت لها مثلا كذبت عليها مثلا انها مطلقه وهي ما مطلقاش مثلا مشات لولدها كيقرا في شي مدرسه حياه الخاصه مثلا ان مباركه بوعيده ملي كتدخل لدارها كتاكل بيدها العسريه ان ما كتقولش بسم الله شي حاجه دخلت لها في شي حاجه اللي ما اش ندير بها انا تقول بسم الله ماشي بسم الله ولا الداخل هذيك حياتها. عبد اللطيف وهبي عنده دار وعنده حياته ولاده خاصنا نحترموها له مزيان مباركه حياه خاصه ولكن هي كاتبه بالتدوينات كلها على واقعه تستاثر باهتمام الراي العام هو وفاه واحد السيد انتحر قتل صحفيه تتفاعل بجمع حياته الخاصه الجمع عطيف وهبي بحياته الخاصه اليوم ولات هذه الحياه الخاصه والمس بالحياه الخاصه للناس غير باش ندوزوا للقانون الجنائي وحتى في القانون الصحافه كاين الحياه الخاصه النشر وكذا كيفاش هذه الحياه الخاصه اللي ولات دابا ما فهمتهاش انتم سمعتوا انا كنقرا لكم سمعوا اش كيقولوا فانه نمشيو لماده اخرى ياك هانتوما الاتفاقية ذكرت المحكمة في قضية كودرك وهاشيت فيرباتشي ضد فرنسا سمعوا المغاربة عافاكم بأن حق الشخصيات العامة في الحفاظ على سرية حياتهم الخاصة يكون من حيث المبدأ أوسع عندما لا يشغلون أي وظيفة. والأستاذة مباركة بوعيدة أنت راه غتشغلي رئيسة جهة سي عبد الطيف وهبي وزير عدل وسمعوا واش كيقول لك هنايا عندما ملي ما كتكونش أنت مباركة بوعيدة غتكوني رئيسة جهة هذيك صحيح حياة خاصة أي وظيفة رسمية وأكثر تقييدا عندما تسند إليهم مثل هذه الوظائف فتقلد منصب في الوظيفة العمومية أو السعي بحال مباركة أو السعي إلى تولي دور سياسي مباركة بغيت تولي ديك السعي رئيس الجهة يجلب بالضرورة انتباه الجمهور إلى صاحبه بما في ذلك في مجالات تهم الحياة الخاصة. وهنا قال لك حتى ديك اللحظه الناس كيبقاو يسولوا الحياه الخاصه راه كاين في اوروبا في الدول الديمقراطيه كيمشيو للحياه الخاصه لان انت باغي تولي انت باغي تولي شخصيه عموميه قود وباغي تحل ومن حق الجمهور يعرف هذا السيد اللي غيقود لنا 40 مليون وحنا عندنا مصاريع عليا وعندنا الصحراء المغربيه وعندنا الزلزال وعندنا وليداتنا واش عندكم في هذا اش نقلبوه شوفوا كي داير في عقله كي داير في شخصيته اجي بعدا انت بعدا واش عادل مع وليداتك انت بعدا واش واحد المسؤول وزير مثلا ما كيقاريش ولده عطيتكم مثال ما كيقاريش ولده ولدو مشى دار له التجاره واخا كيبان لكم هنا حياه خاصه حياه عندها علاقه علاش انت غتولي وزير التربيه الوطنيه وغتحل مشاكل التعليم في المغرب وانت ولدك ما كتقريش اذا ولا عندهم ناس واحد الانسان مثلا وزير ما نعرف وزير كيقمر القمر مبلي بالقمر وتعطيه وايا نقول حياه خاصه بغى يقمر في مازاكان شغلك فيه ها مزيان ولكن تعطيه وزاره الاوقاف القمر حرام مثلا ايوا غدا غيجعل لنا القمر حلال ها علاش كيولي كتكون كيوليو الناس يسولوا فيك ما بغيتيش تقلد المناصب سير بحالك دير اللي بغيتي انت باغي تركب في الطياره الاولى وتجلس حدا الملك في المجلس الوزاري وتسمى مع الوزير وتولي وما يهضروش عليكم الناس يهضروكش عليكم الناس سمعوا المغاربه سمعوا السعي لدور سياسي يجلب بالضروره انتباه الى صاحبه بما في ذلك في مجالات تهم الحياه الخاصه وبالتالي فان بعض التصرفات التي تندرج في اطار الحياه الخاصه الشخصيه العامه لا ينظر لها على هذا النحو بسبب التاثير الذي قد تحدث هذه التصرفات نظرا لدورهم في الساحه السياسيه والاجتماعيه والمصلحه التي قد تكون للجمهور ياك حنا كنتراسوا لجنه حقوق الانسان اليوم في الامم المتحده انا جبت لكم اوروبا
دابا اوروبا عندها هاد المراجع وهاد الوثائق، ها المغرب كيتراسها. فتحت التلفازه صحفيه مالها هضرت على والعداء، قالوا لها نشر صور دون اذنها. هذه هي اللي بغيت. كيفاش نشر صور بدون اذنها؟ كيف الصور؟ صور ديالها ديال دارها حميميه، وهذيك راه صور كيعرفها العالم، كاينه في فيسبوك. الو خاصها تكتب لها ميساج تقول لها واش ندوز لك واحد الصوره، واش شخصيه عامه صورتها يشوفوها الناس، والعالم كياخذ صوره بايدن وصوره ماكرون وصوره، وكيفاش دون موافقه؟ وكاتبها المحامي وكاتبها الناس والقضاء والعداو، كيفاش الصوره دون موافقتها؟ وصورتها راه موجوده في فيسبوك، خاصها تدعي الناس كاملين. صوره مباركه بوعيده ما كاينش في الصحف اخوتي، هاد الصحف والجرائد اللي صوروها عطاتهم موافقه. دابا انا داير ورايا بالكيران عطاني الموافقه، ها هو بي ورايا ثاني خصو يدعيني، راه داير ما عطيتكش موافقه. ايوا فاطمه الزهراء هي خصها تدعيني، ها هي ورايا، ما حتى هي ما عطاتنيش موافقه. هادو راه ماشي اشخاص خاصين اخوتي، الا جبت لكم هنا شي امراه مواطنه بسيطه خصها الموافقه. هذاك النص يعني واحد ماشي الشخصيه العامه. دابا واش كيديروا؟ كيشدوا نص عنده واحد الفهمات وجابوا المشرع في سياق وكيدوزوا لك قنت اخر. هادو راه الحكومه، هادو راه حتى راه الحزب اللي تسناو بركته، الفقيه اللي دخل الجامع ببلغته يلاه، وواحد المحامي كاتب هادشي، واش هادي موافقه؟ وشخصيه عامه عباد الله رئيسه جهه تعطيني الموافقه انا صحابي حنان حطي الصوره ما تحطيهاش. شوفوا في وصلنا في المغرب، شوفوا في وصلنا الحياه الخاصه لا ينظر الى. واخا شنو عطيتكم هنا اوروبا؟ ها تقولوا شنو المهداوي؟ نمشي لكم لافريقيا. شوف شو على حكم كاينه في افريقيا للتاريخ، اصدرت المحكمه الافريقيه لحقوق الانسان والشعوب حكما تاريخيا في قضيه كوناتي. هذا واحد خليل كوناتي بوركينا بوركينا، هذا سميتو كان كوناتي لوهي عيسى كوناتي. شوفوا الحكم كيدير، شوف نقضت العقوبة كما نقضت العقوبات الجنائية التي فرضت على رئيس تحرير صحيفة أدين بالتشهير والسب العلني وازدراء المسؤولين بعد نشر مقالين يدينان فساد المدعي العام الذي شرع في إجراءات المحاكمة. ودفعت المحكمة بأن العقوبات السجن لمدة عام والغرامة وتعليق النشر لمدة 6 أشهر ترقى إلى أن تكون تدخلا، شوفوا المحكمة اش قالت لها، تدخلا غير متناسب في حرية تعبير السيد كوناتي والصحفيين الآخرين، مشيرا أيضا أن الشخصيات العامة عفاكم المغرب لما تصنتوا، مشير المحكمة كتقول أوروبا الإفريقية، مشيرة المحكمة إلى أن الشخصيات العامة بحال وهبي بحال مباركة بوعيدة يجب أن تتسامح مع مستوى من الانتقاد أعلى من ذلك المسموح به في حالات المواطنين العاديين. كما أمرت المحكمة الدولة بتعديل التشريعات المتعلقة بالتشهير وإلغاء العقوبات السالبة للحرية وتعديل العقوبات الأخرى بما يتلائم مع معيار الضرورة والتناسب، إلى جانب شطب السجل الجنائي المحرر ودفع تعويض له. وقد أعطى هذا القرار زخما لإلغاء جريمة التشهير في المنطقة، وعقبته أحكام وتطورات رئيسية على المستوى الوطني بدءا من إعلان المحاكم في كل من زيمبابوي. هذا الحكم هذا كان للتاريخ في إفريقيا. شنو دار اخوتي المغاربه من بعد؟ بداو كيحيدوا هاد الاحكام، بداو كيحيدوا هاد جرائم التشهير، بدات كتحيد. شكون اللي بقى محتفظ بها؟ الدول العربيه. انا بغيت نلقى واحد المقطع تيقول لك لماذا الدول العربيه بقات محتفظه؟ هيا هيا. بينما ضمن الدول العربيه لم تقم اي دوله بالغاء جريمه التشهير، لا يعتمد الصحفيين وغيرهم ممن يعين انفسهم على عن دفاعات كافيه. حتى شي دوله عربيه بقات ديما محتفظه، الدول العربيه بحال المغرب كيشدوا هاد الجريمه حيت اسهل حاجه. نقول على فلان، على شكون هو؟ تابعوا. إذا سمعتوا بقات لي المحكمة ديال البلدان الأمريكية باش نذكر لكم هذا الشيء. نظام حقوق الإنسان للبلدان الأمريكية، لعبت المحكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان دور أساسي في إلغاء التجريم. شوف حتى البلدان الأمريكية فيها عدد من الدول فيها سبعة القضاة، هذا الشيء ديال تقول على الوزيرة ولا كذا الصور بدون موافقة التشهير تركيب صور حيدوا هذا الأجر ما بقاوش. لعبت محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان دور رئيسي في إلغاء التجريم التدريجي القوي تعاقب التعبير الذي يسيء إلى شرف الموظفين العموميين. قوانين احنا عندنا إهانة موظف عمومي تركيب صورة دون موافقته. لقد أكدت المحكمة مرارا وتكرارا أن العقوبات الجنائية المفروضة بتهمة التشهير غير متناسبة إلى إلغاء هذه العقوبات. في قضية كيميل هذا في الأرجنتين، وجدت محكمة البلدان الأمريكية أن الحكم الجنائي الذي صدر بحق صحفي مؤرخ غير ضروري وغير متناسب، وحكمت بأن دولة الأرجنتين قد أساءت استخدام سلطتها العقابية وانتهكت حق حرية التعبير لصاحب البلاغ. كما أمرت المحكمة الأرجنتين بتعويض صاحب بلاغ بالاضافه. اخوتي المغاربه نعطيكم حديثا في حاله قضيه اخرى، واحد خينا سميتو كوستاريكا، في كوستاريكا عفوا، في كوستاريكا الدوله مويا
مويا شي حاجه شاكو. قلت لكم من خلال تحليل العقوبات المدنيه لتشير وفقا للاتفاقيه حذرت محكمه الدول الامريكيه انه لم يثبت على المستوى المحلي ان الصحفي لديهم اي نيه للالحاق ضرر محدد بالشخص او الاشخاص المتاثرين بالاخبار. وفي هذا السياق وبالنظر ايضا الى حقيقه ان المعلومات المنشوره قد وردت عن مصدر رسمي، ترى المحكمه الاجراءات المدنيه التي فرضتها القضاه الوطنيين كان لها اثر ترهيبي على الصحفيين. اعطيتكم اوروبا واعطيتكم امريكان واعطيتكم افريقيا، ومالنا حنا المغاربه؟ مالنا ياك حنا اللي دوله وعندنا 12 قرن ودرنا مسار وتا واحد ما يقدر ينكرو، ودوله حنا كنقولوا عندنا الاسلام ياك حنا بعض الاوساط الشعبيه ما كنهضرش بشكلها ياك كاين اللي يقول لك لا هذوك راه كفار وكذا، وحنا هما حنا حنا خير امه خرجت للناس. علاش حنا ماشي روحها؟ علاش نديو صحفي للحبس؟ علاش علاش كنحاولوا باش احسن مني الامريكاني والافريقي وباش احسن مني الاوروبي؟ بعد ما انا كنقولوا لا والغيره وخص ايوا حنا ملي كنتقاتلوا انا شكون اللي كيبغي الوطن؟ وانا بغيت الوطن ديالي انا نعطيهم الدروس. ايوا حنا كنشدوا بالتشهير الاحكام، انا عطيتكم اوروبا امريكا افريقيا، لماذا هذه الدوله؟ انا اقول كاين بعض الناس يسيئون استعمال حريه التعبير. انا متفق كاين البساله كاين البشر نيت عاوتاني كتعطي حريه التعبير راه مصيبه كحله، لان في دول اخرى عاوتاني ملي كيكون كاين مشكل كنا كيعرف يتعامل، هنا عاوتاني كاين البعض اقول البعض تعطي حريه التعبير ما عرف يوصل لك مصيبه كحله، ولكن عاوتاني هذا ما يكونش محدد، لان حتى دوك الناس الذين يسيئون استعمال حريه التعبير هم ضحايا ديال السياسه التعليميه، ما عطيناهمش حقهم في القرايه، وما خصهاش تكون ذريعه عاوتاني للترهيب للجميع. لا راه المغاربه ما يستاهلوش، هاد الشعب راه مكلخص وخاصو خاصو، وندوزو حنا للناس الاخرين اللي يحسنون استعمال حريه التعبير. ايوا دابا نمشي لعند نمشي نختم مع فاطمه الزهراء المنصوري. انا ماشي غنبيضك ولا علق عليك ورود، انا غنقول لك عندك فرصه ذهبيه لاله فاطمه الزهراء الا عرفتي تستثمريها، غنختم بيك الا عرفتي تخدمي. انت عندك جوج ديال راس المال رائع، انا قلت لك وهبي فرعاتو جوج حوايج، فرعو تناقضاته مع تصريحاته السابقه قبل ما يدخل المغاربه تما عرفوه، وفرعو شويه متعجرف. اسمح لي كل كيهضر بواحد الطريقه، نعطيك دليل ديال وهبي ما كنت كوزير، شوف على خطا دار تاريخي تاريخي. يعني السي وهبي كيفاش تصرف؟ سولاته مواطنه في الكنازه مهما كان الحال، هذيك واحد الام فقدت ولدها، واخا يكون عندك اللي عندك دور عندها العمل، لا العمل لا شنو بنتي لا لا انا وزير عدل ملف ديالك في القضاء ولا شوفي السلطه قال لها يكون خير، هو ماشي قضاء واش ما عارفش، انا نحشم نقولو تفليتي عليها، ما خصكش تقول لها يكون خير، هذاك ملف ديال القضاء. شو قال لها؟ شوف وشو الطريقه باش تعامل معها. قال لي بوبيا انا جيت لك قدام الناس دابا مع المقاول الشاب الله يرحم الوالدين، هذا حق شاب مغربي الله يرحم لك الوالدين. شتو كنعرف الميد ولكن يكون خير، ولكن شاف شافوا وعرف الميد ويكون خير. كيفاش يكون خير؟ هاد كلمة يكون خير ما عندكش علاقة به، انت وزير العدل كلف كنت بالضبط، وشوف العباد الله لا كاين شي فوتوكوبي ناقصين ولا كاين شي ورق ولا شي ستيلوات، شي محكمه كتقطر بالسق بالشتا بنيها. شوف مين فداك قول لها اول كلمه خصك تقول لها نعم لا شفتو كنعرف هذاك الملف كنتمنى لك، ولكن لا لا انا راه الملف دابا راه ما مكلفش، راه السلطه القضائيه راه اصبحت مستقله. اما هنا توهموا الناس ان وعاد عندك صوابع قلتي كنعتقلوا اعتقلتي شي مدير ولا شكون. هذه واحد المده اعتقلنا واحد مدير الشركة كيخدم في وزارة مع وزارة العدل. لماذا كتاخذ السلطة بحال هكا؟ علاش؟ ما قدرتيش ما بغيتيش تحيد من راسك وزارة العدل ما عندهاش النيابة العامة، ما دخلتلكش واخا لقيتيها مستقلة. قلتيها في مناسبات ديك ديال التقاشر كنعرفوا أنا كلشي خدام معايا، قلتيها وها أنت دابا رجعتي لها يكون خير. علاش لما كنقول يكون خير؟ لا كان بيدنا الحل ديال شي قضية، أنت ما عندكش الحل وقلتي يكون خير. كيفاش عرفت السلوات؟ وأخطر من هذه أعطيها خاطرها راه مرزية في ولدها. عطيها خاطرها الاستاذ المحترم. ها انت شوف شوف كيدير لها نديروا لي حق اللي غنشوف فيا. واش وعد هذا؟ واش وعد بانك تاخذ العداله ليوسف؟ ها وزير العدل يا وزير العدل، واش هذا وعد عليك؟ فاطمه حق ولدي واش هذا زعما؟ ها كامل ها فاطمه الزهراء. ولكن خليني باش يقول لك المهداوي عاوتاني جبد فاطمه، لا عندي سوابق مع فاطمه الزهراء، شكرتها مؤخرا في شي فيديو ما عقلتش، عندي فيديو دازت عليه شي 7 شهور ولا 8 شهور، عقلت شنو قلت لكم عليها؟ وهنا غنجبدوا لكم، قلت لكم هذيك السيده هي اهم حاجه ماشي فاسده، ما عندهاش الفساد. ها هي خوتي عقلت واحد الفيديو قديم منين هذاك محمد حنزاز مدير الوكاله الحضاريه مشى بحالاته، حيت هذاك حنزاز رجل انا سولت عليه رجل اصيل، وربما شاف شي حاجه تما في مراكش شي ملفات ولا خواط ما بغاش يمشي في داك الشيء،
انا كفهم واش كاين شي واحد كيسخب منصب مدير وكاله عاش قتلو واش شنو مدير الوكاله في المغرب وكاله حضاريه الله اعلم وقال ولات عندهم السلطات اكثر من مابغيتش نقول شي حوايج مدير الوكاله اذا وانا شهدت في هذه شهور قلت لهم هاد فاطمه الزهراء نقيه سمعوا خا كنسمع اشاعات صافي الو ماشي من الوزيره معطيات كيقول لك السيده الوزيره ماشي فاسده ربي شاهد عليا كنقول لكم علي سمعت السيده ما خا كتبان قال لك لا لا قال لك هذا الامور قالك وكانت فاسده غنقول لكم فاسده ما سولت عليها ناس كيفهموا قلت له فلان فلان قول لي فاطمه قال لك لا ماشي فاسده اذا انا كنشهد عليها هذه شهور قلت لهم هذه السيده ليست بفاسده شنو هي نقاط القوه اللي عند فاطمه الزهراء اليوم بقوه الى عرفت تستغلها الى عرفت ما تنقول لكمش راه بارفي حتى هي راه عندها ربما بعض العيوب وحتى هي ربما عندها مسؤوليه في الحزب راه حتى هي في القياده وكذا ولكن عندها بعض الحوايج اللي عرفت تصلحهم وانا نمشي للحوايج اللي كيبانوا لي قويا عندها دابا رساله ملكيه طريقه باش تهضر عليها باش هضرت عليها الرساله الملكيه فيها واحد يعني واحد الدعم قوي ليها يلا غير بينينا حنا تيديك ها عندك دعم ملكي قوي الحاجه الثانيه اللي عند فاطمه الزهراء قويه جدا ماشي كنقص مراه وتحيه لكل مراه مغربيه وحنا ما كرهناش نشوفوا رئيسه حكومه مغربيه الرجاله ما يتقلقوش من اخوتي الرجاله ما شلنا منهم على الحباسات والمشاكل في غالبيتهم احترامي لبعض رؤساء الحكومه السابقين السي عبد الله ابراهيم والسي وحنا المغاربه بغينا المراه راه بصح المراه فيها واحد ماشي هي ماشي فكره علميه 100% ولكن انا كنقول لكم ماشي فكره علميه المراه شويه كتخاف راه قال الحسن الثاني الله يرحمه تلك عمري ما لقيت شي مرة فاسدة مزورة. Une femme ministre au Maroc, c'est pensable, c'est possible. Je pense que rien n'empêcherait une femme d'être ministre. Mais je vais vous dire une chose. D'abord, les femmes sont très travailleuses. Il y a en elles un élément positif très important. Et je crois que je vais faire plaisir à toutes les femmes du monde, parce que c'est la réalité. Jusqu'à présent, je ne connais pas une femme aux affaires de l'État. Ayant été corrompu par de l'argent. Quand une femme trahit, c'est une trahison de cœur. Elle vole des papiers, elle communique des secrets, mais c'est vraiment exceptionnel. Il faut qu'elle soit passionnée. Mais sur le plan de la corruption, je n'ai pas entendu dire qu'une femme ait été corrompue dans l'exercice de ses fonctions. غيره على وطنهم ووطنيتهم من بعض الرجال دابا الحباسات اكثر يا رجاله خاف المسؤولين في اللائحه دابا على البرلمانيه شحال من مراه متابعه فيها 25 كلهم ذكوره رجاله واعرين بيقول في عين ما كتلقى المراه شويه كيكون فيها داك الانفه ما تطرداش ماشي كامل رجاله كتلقى بعض الراجل سارق وخرج بك عينه المراه بعدا عندها ديك انا كنقول راه كل الاخوه اللي كنمشي تحليل علمي وكذا ولكن علاش كنخدموا في الشركات اللي مشيتوا لطنجه وكيبغيو يخدموا النساء اكثر من الرجال فيهم واحد الوفاء في العمل الفجر وكذا كاع كذا الشركات ديال طنجه كيبغي المراه اكثر من الراجل ماشي كاملين ولكن راه ما كنقصش من الرجال فهموني اذا حنا بغينا واحد المراه نجربوا سيدي المراه شوفوا كي دايره هي فاطمه الزهراء ما سمعنا عليها حتى شي فساد ولحد الان ما كاينش شي وزيره سمعنا عليها شي فساد على الفساد في اللغه في الهضره واخا كتلقى التناقضات ديالهم كاين الفساد المالي تطلقاش اذا المراه عامل عندها قوي وخصها المغرب باغي يجرب رئيسه حكومه امراه المغرب دوز رئيسه مجلس الحسابات امراه المديره ديال صندوق المقاصه كانت امراه سليمه بناني زينب العداوي دوز امراه في عدد من المناصب الحساسه في المغرب امراه ولكن باقا ما جربناش المراه رئيسه حكومه او رئيسه برلمان تقدري تكون انت هي الاولى اذا عندك دعم ملكي عندك هذا الجانب ديال المراه وانا عندي بحال المراه بحال الراجل ماشي كنقسم غير كنقول مهمه جدا عندك نقطه اخرى غنوريها لك مهمه ما عندش وهبي خطيره جدا عندها هذا الجانب ديال التواصل بحال قبيله وهبي الشوكي كيهضر شويه كي كدير مع الناس في الزلزال واخا ديك اللحظه انتقدناها هنا كنقولوا لا وخاص الوزاره وعلاش هي اللي بانت وكذا ولكن دابا بان من خلال هذه المقارنات اللي كاين وهذا البروفيل ديالها عندها هذه النقطه عندها هاد النقطة يعني شوف كيف كتهضر مع الناس شوف
شوفوا كيفاش هضر هو بقبيله مع المراه، شوفوا هذيك كتهضر، واش اخنوش يقدر يدير بهذه الطريقه؟ شوف شوف شتو جانب اخر فيها يحسب لها علاقه باشرف المودن الصحفي. هي هذه النقطه شحال زوينه، شوفوا كي كيهضر مع ولكن الا بغيتوا تشوفوا هذه الفكره غنرجعوا لوهبي، غتلاحظوا وهبي كيهضر وهي كي كتهضر. شوفوا وهبي الصحفيين واليوتيوبر وكلشي سمعوا. ان غياب النقاش السياسي العقلاني من الوسطاء السياسيين الديمقراطيين داخل فضاء المؤسسات الدستوريه جعلنا نعيش فراغا خطيرا، ومع كامل الاسف سيملا هذا الفراغ خطاب شعبوي فارغ داخل مواقع التواصل الاجتماعي وفي معظمه غير سياسي ولا هو فكري، يشتغل على فهم ونقد السياسة الحكومية بطريقة سطحية شعبوية وحتى عدوانية من أجل تصفية حسابات ذاتية ضيقة أحيانا وأخرى من أجل أرباح وعائدات ناتجة عن مسخ في صورة اليوتيوب وتفاهة التيك توك بواسطة تهريج يهدف إلى النيل من شخصيات حكومية. ماشي هذه الزرقة ديالو الخطيرة. اليوتيوب كاين في العالم اليوم، مستقبل في المغرب لليوتيوب وهذه المنصات والفيسبوك. اليوم كيشكل من سلطة مضادة، شكون اللي يفضح ملفات الفساد في المغرب أكثر؟ واليوتيوب والفيسبوك والفيسبوكيين والتويتر. الصحافة اليوم في المغرب عندها دور، وشكون اللي عنده دور حقيقي؟ والا ما يديرش وزير، علاش كيهضر بهذه الطريقة؟ تقلق لأنهم بصح قجوه اليوتيوبر والصفحات الفيسبوكية. علاش شكون السبب ديال الإبعاد ديال وهبي؟ وراه علاش هاد علاش كيحس هو هنا كيحسنا بحال اليوتيوب ودوك الصفحات هما اللي بعدهم المسؤولية، لأنهم بقاو كيناقشوا معاه عادي في إطار مصلحة البلاد. ما عمرنا ما تعرضنا السي وهبي كشخص كإنسان، لا شي غير يخرج عبد الطيف وهبي كوزير غندير له بحال هكا، وغير يكون كوزير غير يكون بحال دابا الاطراء غير المشروع بحال عدد من الحوايج كننتقدوا، هو ما كيتسع صدره. دابا لاحظتوا شنو قال؟ شوفوا معايا اليوتيوب، فاطمه كي كتعامل مع اليوتيوب، ياك يوتيوب ها اشرف بن المدن صحفي ويوتيوبرز يوتيوبر عفوا ماشي يوتيوبرز، هانتوما شوفوا اشرف بن المدن كي داير. شوفوا فاطمه شوف هانت شوف السيد الرئيس عاد معي سؤال الله يحفظك. شكرا لك. دابا كاينه دواء صحفيه، احتراما للرجال والنساء الاعلام اللي قلت لهم غادي نعطيو اشراف. انا مسكت وشن اشراف، شوف تقربت منهم مره اشراف مزيانه كتبان قريب. انا كصحفي تعاملت لي مع صحفي هكا عجبتني في هذه اللقطه، ماشي كنبيضها صالحه باقا انتقادات. عندك صحابكم المغاربه داير كنوجدوها حيت دابا اش عندنا قالوا له خرج غادا تكون، والله ما كاين شي حاجه. احنا ماشي من كنبغيو عاوتاني نشوفوا شي حاجه، بغينا شي بروفايل، بغينا شي حاجه راك تقارنا بهذا لا هذه لا الى عاوتاني تصنتت لنا شي حويجات بحال دابا سجلت نقيطات واعره. شوف هذا ذاك اللبناني تسكن معايا معلومه؟ لا بالعكس، العلوم خارج المغرب وانت كتسمع مبروك وباقي ما وقع وانت كتسمع مبروك. بحال هكا مسؤوله كتضحك وبحال مالها بها لاباس عليه وعائله وحمده ديال مراكش ووزيره السكنه وامينه عامه ديال حزب الباب موسيقى ووزيره، وشوف كي كتهضر معاه معاه بحال اللي قدها قدو. هذا جانب ايجابي. شنو غنقول لها؟ شحال من صحفي عجبو هاد اللقطه، انا واحد منهم. وشكون وهات وشوفوا التصريح اللي غدير هنا ذكي جدا جدا جدا، خطار خطار، برافو ليها. الا كان داكشي ديالها ولدات وعب وحدها وما قالها حتى واحد، والله سيدي لا برافو ليها. قالت لك الصحافه كنستافدوا منها. شوف شوف نقاش خطير. وهذه فرصه باش نقول لكم بان كل حزب الاصاله والمعاصره بالروح الديمقراطيه ديالو كيقبل جميع الانتقادات في مشروعه السياسي في تنظيمه. سمعتوها؟ حزب كيقبل الانتقادات، هذا كلام واعر، ماشي الشعبويه وانه وارباح وراء كذا. في حصيلته كحزب انتم نساء ورجال الاعلام هذا هو دوركم كذلك. الله بغينا زع واش نقدر اخنوش يقول بحال هكا نعاودكم الترابي ما يهضرش كاع مع الصحفيين. شوف شوف كيدير هاد السيده، شوف عاف هاد الشق. احنا محتاجين لكم الصحفيين، احنا بغيناكم تخدموا معنا. ها سيدي واخا تكون كديرها غير سياسه، انا بغيت سياسي بحال هكا يكون واعر يمتصل غضب ويقرب ونتصالحوا والقلوب. احنا مالنا عام دابزين، ها هي السيده كتصالح مع الصحافه بطريقه ذكيه. شوف هي كيفاش خدت الحزب صورته مدقدقه وهي كترمم، هذا هو السياسي الواعر. ها هي الخطوه الاولى، اسمع
هو ديروا التحديد السياسي، ومن حقكم حنا تنطالبوكم باش تقوموا بهذا الدور، لان بعض المرات فاش اوعر كلمه هي هذه، بعض المرات كنقراو كنستافدوا منكم وكنصالحوا. سمعوا سمعوا راكم حتى حنا تنكتشفوا امور اللي تتعاوننا نصحوا ما صابوا. طيب هذه هي الشعبويه، وانه وان المداخيل وياس كدابز معانا. شوف هي عندها حاجه واحده نقولها في ختام هذه الحلقه، عندك لاله فاطمه الزهراء حويجت اجراءات، هذه عاوجت نظر صحفيه كما قلتي كنتفاعلوا، ديري ثلاثه الحوايج ولا اربعه غتمشي مزيان. اول اجراء ديريه عاجل طلبي الاعفاء ديالك من مسؤوليه الوزاره، خرجي من الوزاره وطلبي الاعفاء ديالك وخرجي من العماده دي، خرجي من العموديه ديال مراكش، تفرغي لبناء الحزب. الشيء اللي نجحتي فيه في هذه الحزب راه طاقه خصك توجدي له، بحال دابا هو خرج لك واحد الملف ديال عطيتيه شي ساكن في مراكش شي عقار ولا حيت علاش انا ما غنتهمكش تعدد المهام، وكاين النواعريه في مراكش، النواعريه راه عندو شي حاجه ومشي يكتبوا في الصحافه عمده كذا وتقدر تلقى ما عندك بها علاقه، علاش من تعدد المسؤوليات؟ الشيء غير مهم، احنا المغرب شنو بغينا؟ بغينا حزب، بغينا احزاب. راه اخطر مصيبه هي رئيس كذا ووزير كذا وعمده مراكش وزيره كذا، بزاف. بني حزبك دابا في هذه اللحظه، الشعب اش تقابل الحزب والمؤتمرين. اول عمليه ديري جوج في اطار الحزب دائما، تصالحي مع اطر الحزب، عندكم طاقات واعره جريهم، عيطي لكل شيء، عيطي عيطي، عندكم اطر، عندكم دكاتره كيقريو في امريكا كيقريو في فرنسا، حزب راه كان عنده اطر واعره. انت عندك دابا دعم ملكي، عندك يدك بيضاء باديه، ما كاين حتى واحد يقول لك شي كلمه، كيسيبو ما يقولوا عليك، كاين شي ميل فاسده. وتصوري دابا انت الا درتي شي دعوه وجمعتي كاع الاطر دابا ما تقلقي، حتى شي تيار ما تقصيه وسط الحزب، عيطي اللي جاك، عيطي لابو القاسم، عيطي لفاطمه، عيطي السي معزوز ولا كنسى الاسم ديالو ديال الصور، عيطي كاين ناس عندكم غزالي السي مريزق، عندكم اطر وسط الحزب، نساو دوكا يسمحوا لي الاسماء ها في الحزب. فرصه ذهبيه للاقلاع دابا وتوجدوا راسكم الانتخابات الجاي. هذا جوج، ثلاثه ابعدي الوجوه المشبوهه، ما تدورش عندي اخويا والله ما يدور عندي بالله، اسمح لي صافي رجع للور. مي سيدي حنا ما نقولكمش كاع تخلي القضاء، راه القضاء راه عارف، راه كيشوف البوليس، راه كيشوف القضاء كيشوف، على الاقل ما يتحملوش المسؤوليه وسط الحزب. احيد بحالك حيد، على الاقل اللي ريحته ما عطاتش، كاينين وسط الحزب دابا، كاينين وجوه باينه، ما بغيتش نبقى نسمى كنستهدفهم، باين وجوه هذوك حيديهم. ها اجراء اخر واعر تخدمي به، عمليه اخرى مهمه خصك ديريها، رجعي لبعض النقاشات المهمه كامينه عامه. شتي من اروع الاوراش الملكيه اللي تفتحت، بزاف الاوراش كانت مهمه، انا هذا الانسان المتواضع اللي قبلتكم اهم ورش ما خداش حقه وكانت جراه هو الجهويه المتقدمه. شي نهار المغاربه تعرفوا ذاك الورش قيمته، حيت الديمقراطيه على المستوى الحكم سيدي جهويه محليه، شتي هذاك هو الورش اللي ما عرفناش النخب تتعامل به، فتحي هذا النقاش والاطراء الغير المشروع، بالله العلي العظيم انت غتكوني مزيانه. ختام هذه الحلقه، لا سيدي لا القي عليك ورودا، وتنتي سياسيه بحال السياسيين، فقط عندك هذه النقط قوه كنعترف لك بها، وغدا غادي ننتقدك، غدا كيقول لك شي واحد ما غدا، ولكن تنقولوا انا من خلال هذه العناصر بان لي عندك واحد الارتكازات وعندك واحد العناصر قوه، الا عرفتي تستثمريها غتكوني جزء، غتكوني جزء من حل هاد، ما يمكنلكش تكوني انت حل الازمه اكبر منك، ولكن على الاقل غتكون مساهمتك فعاله وناجعه. الا ما عرفتيش تستغلي هاد الشيء واستثمريه وبقى الوضع ما حاله، ستكونين جزءا من الازمه لا قدر الله. كنشكركم اخوتي المغاربه والى اللقاء.